السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد المؤمن الشال، عندي 22 سنة وداخل في 23 إن شاء الله من مصر. أنا عندي قناة على اليوتيوب باسم مؤمن فتنس. أنا بحب الرياضة وهاوي الموضوع وحابب الموضوع يعني، واخدها كهواية مثلا إنها غيرت حياتي، فحابب مثلا إنها تغير في حياة ناس تانية كتير. وحابب أشكر في نهاية الفيديو ذا نيكست الناس ديلي عن المبادرة الجميلة اللي عملوها، إن هما بيساعدوا الشباب إن هما كل واحد يعبر عن الموهبة اللي معاه ويساعدوهم إن هما يوصلهم. فشكرا جزيلا لكم والله، ربنا يوفقكم يا رب ويجازوكم خير عن اللي انتوا بتعملوه مع الناس وكده يعني.